حبيبي يا احمد انت ميت. اهلا وسهلا بجميع الضيوف كل الحضور باسم أسرة مخيم بيت علي، بنرحب بالجميع. كل الشكر وكل الحب لعيون شركة محمد الرجوب، شركة الرجوب للسياحة والسفر، الله حيهم. طبعا بنشكر شركة مونتانا للسياحة والسفر بإدارة الغالي أشرف حماد، الله حيهم شباب مونتانا. شكر خاص وكبير لعيون تسجيلات ماستر كاسيت، حبيب القلب جاد أبو حسين، ملوك التصوير فلسطين، الله حيهم. بنرحب بفنانين فلسطين، الحبيب الفنان نجد الغربية والأسطورة أحمد فارس، مركز وتسجيلات عسل، ملوك الصوتيات في المملكة الأردنية الهاشمية، الأستاذ كريم أبو العسل، غالي زيد السبعاوي، غالي حسين معين، الله يحييهم. طبعا تحية باسمي يوسف رميلات لعيون كل الموجودين كل شي حاضر، الله يحييهم. سمعونا كف العيون الغالي اللي جمعنا محمد الرجوب، وينك يا محمد وين؟ مختفي ها محمد. ما اريدك سهل، ما اريدك سهل، مالي فخر بيك، مالي فخر بيك، ما اريدك سهل، مالي فخر بيك، الفخر من تصعب انت وانا سهلة، وما دامك طير تحتاج ربيك وبيد افرد جناحك وسجله. طبعا تحية كبيرة لعيون المايسترو اخطبوط الأرض أستاذ أحمد الفارس. ملك الدي جي بوب الله يحييك. ما اريدك سهل، مالي فخر بيك، الفخر من تصعب انت وانا سهلك، لا يا احمد ما دامك طير محتاج ربيك وبيد افرد جناحك وسجله. خابس نفسك انت وقالب الكون،
شنه الخالقك ما خلق مثلك صحيح الخالقك بيك اعتنى هواي ومو بس معتني ومبدع بشكله لكن يا نجم لكن يا نجم لا لا تنكر الليل لكن يا نجم لكن يا نجم لا لا تنكر الليل ترى لو مليل يا ابو حسين ترى لو مليل ما حد شاف شكله يلا اعطينا ابو حميد يلا عصك في يلا يلا عليهم عليهم
واسمك أغلى كلمات يوم الما بشوف عيونه بعلن والله ما مات حب غاير حياته واسمك أغلى كلمات يوم الما بشوف عيونه بعلن والله ما مات الله والله ما شاء الله ما بحالك والله عمري بحالك تحلى يلا نتابع حفلنا مع فنانين فلسطين يلا.